مثل أمام محكمة الجنايات الدولية القيادي السابق بحركة أنصار الدين الناشطة بالشمال المالي أحمد الفقي المهدي، حيث يحاكم بتهم تتعلق بتجارات على بعض الأضرحة في مدينة تمبكتو مصنفة على لائحة التراث العالمي. وقد اعترف الفقي بالتهم الموجهة إليه، داعيا الماليين إلى اعتباره ابنا ضل طريقه، فيما تطالب النيابة العامة بفرض عقوبة بالسجن عليه تتراوح بين 9 سنوات و11 عاما. ومعنا في الاستديو اسماعيل والشيخ سيديا، خبير في شؤون غرب افريقيا. اهلا بك. اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه. مرحبا. بدايه، ما دلاله مثول احمد الفقي المهدي امام محكمه الجنايات الدوليه؟ اللي هو اكثر من دلاله، الفقي يعني ساهم في على راس فريق الحسبه الذي كان يتولى شرح مضامين تطبيق الشريعة في صيف 2012، ويعني وصور وهو يدمر، يحمل الفأس، يدمر 4 أضرحة على الأقل من الأضرحة 13 والأربعة عشر التي دمرت في تمبكتو في بين 30 يونيو 2012 و11 يوليو 2012. ولكن الفقي يعني ليس له من الأمر شيء. الفقي هو شاب يعني طارقي من قبيلة كالانصار التي تتميز بتدينها، وهي يعني قبيلة زاوية بالمفهوم الموريتاني، ويعني ولد في تمبكتو وترعرع في مدارسها، ما يسمى هنالك المدارس، يعني المحاضر، نظيرها المحاضر لدينا في موريتانيا. ويعني غادر إلى ليبيا وهو ابن 10 سنوات، وتفصح لسانه في ليبيا وعاد في سنة 2000 وانخرط في سلك المعلمين، يعني بعد أن استفاد من تكوين في تمبكتو لأبناء المدارس القرآنية، معهد يسمى معهد الهجرة، وأصبح معلما، ولكنه ظل متدينا وداعية إلى أن حضر احتلت تنظيم القاعدة وأنصار الدين، تنظيم القاعدة وأنصار الدين في حربهما على الحكومة المركزية احتلوا تمبكتو. يعني رأوا فيه وفي يعني نشاطه وعلاقته بالمجتمع المدني ووجوده كمعلم وفصاحة لسانه ودرايته بالعلوم الدينية، وجدوا فيه يعني شخصا مناسبا. طيب، يعني إلى ذلك، باعتبار هذه المعلومات، ما الدلالة إذن بالنسبة للحكومة المالية في 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 وضعية هذا السيد الفقي؟ الحكومة المالية لا لها ولا عليها، لأن الفقي اعتقل في النيجر، وعلى الأقل هذا ما قيل رسميا، اعتقلته قوة سيرفال الفرنسية وهو يحمل طنا من الأسلحة في موكب، هذه هي الحكاية الفرنسية الرسمية، واستلمته محكمة الجنايات الدولية بعد أن وجهت له تهمة وطلب به تهمة المساس بالتراث الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، ويعني تسلمته المحكمة مباشرة من النيجر. بل إن الحكومة المالية عفت عن من كان يقود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوكا الذي هو أقوى منه، يعني عدة وعتادا في صائفة 2012 كان هو القائد الفعلي للفقي. الفقي هو شاب يعني عمره 41 سنة ولديه 3 أبناء وزوجته من أهل تمبكتو، وهو من ريف تمبكتو، ويعني يعني قد كان خطابه اليوم واضحا، يعني واضح أنه يعني أرغم على ما فعل إرغاما. طيب، يعني إلى ذلك، كيف برأيك ستتلقى حركة أنصار الدين محاكمة الفقي واعتقاله؟ حركة أنصار الدين هو ليس منها أصلا، هو يعني القيادي الفعلي والذي ما زال حيا ويسكن في يعني ويقيم في جبال إفوغاس، يعني الشمال المحاذية للجزائر، إياد أغا غالي، هو يعني داهية وهو دبلوماسي سابق، ويعني لم يعتمد إطلاقا على الفقي، لأن الفقي لم يكن يحمل السلاح. الفقي شوهد وهو يحث على الجلد، وشوهد وهو وكان مكتبه في تمبكتو يعني عبارة عن مقر لبنك بي ام اس، وكان يحتجز المخالفين في مكان الصراف الآلي، يعني لم يكن مهما في آلية أنصار الدين بحيث يؤثر على الحركة. لا يؤثر يعني على الحركة. هل يمكن أن تقود مثلا
هذه المحاكمة محاكمة الفقهية التي توصف أو يصفها البعض بالتاريخية، يعني هل يمكن مثلا أن تؤدي إلى محاكمات أخرى يعني لقادة آخرين بتهم جرائم حرب أو شامل؟ هناك 33 شكاية رسمية سجلت في سنة 2015 من 15 قائدا بين أنصار الدين والتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في تلك الفترة التي حكموا فيها تمبكتو، ولكن هذه الشكاوي لم تفعل حيث تم إطلاق سراح هوكا هوكا، يعني وهو الآن يعني وهو رئيس الهيئة القضائية يعني في تمبكتو أيام حكم أنصار الدين لها. ويعني هنالك من هو أهم من الفقي وقد مات قتل مثل أو أطلق سراحه مثل أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله الشنقيطي، كلاهما شنقيطيان، يعني أحدهما قتل والآخر اعتقل في الجزائر، ثم إن عبد الحميد أبو زيد الذي هو القائد الفعلي لتنظيم القاعدة في تمبكتو قتل، ويعني معظم الذين توجهوا لهم الشكاوي قتلوا أو شردوا، ولكن الغلبة الآن هي للحكومة المركزية المالية ولأوبراسيون سرعة. طيب اعترافات أحمد الفقي بالتهم الموجهة إليه يعني وإبداؤه الحسرة والندم يعني على ما حصل، طب هل يمكن مثلا أن تجدي أمام مطالبة النيابة بعقوبة من 9 سنوات إلى 11 عاما؟ طبعا هو حشر في زاوية، قد وجه بالأدلة وهو نفسه اعترف بلباقة التحقيق وكان سيحكم عليه ب30 سنة، وقد لا يطول يعني تطول محاكمته لن تتجاوز أسبوعا على الأكثر، لأنه أول شخص يحاكم في هذه المحكمة ولم يسيل دما أصلا، ليست لا توجه له تهمة دم، ولكن في القضية أبعاد يعني روحية ومعنوية أكثر منها سياسية، ثم إن الضحايا يعني لا شك أنهم سيتلقون يعني تعبيراته لأنه فصيح وبليغ، ولأن تصريحه كان معدا جيدا وقد يؤتي أكله في تخفيف العقوبة، خاصة وأن زوجته وابنه يحضرون معه في لاهاي. طيب لكن محكمة الجنايات الدولية يصفها البعض إزاء هذه المحاكمة بالانتقائية، طيب على اعتبار أن ذات الأسباب التي يحاكم على أساسها أحمد الفقي حصل ما هو أفظع منها بالعراق وسوريا الآن يعني ويحصل حتى الآن، يعني كيف ترى هذه الصورة؟ محكمة العدل الدولية يعني هي محاولة من المنتظم الأممي الدولي لردع الجرائم الكبرى يعني ذات التي تتجاوز الحدود، وبطبيعة الحال المعاني الأكبر هو الجنوب، لأن الجنوب لا قرار له في هيئات نيويورك، ولكن يعني لا شك أنكم كما سألتم يعني لا شك أنكم تدركون أكثر مني أن الضحايا الآن جان بيير بامبا ولوران غباغبو، يعني معظم وحتى عمر حسن أحمد البشير والرئيس الكيني يعني كلهم من دول الجنوب، لم يواجه جندي أمريكي، لم نرى جنديا أمريكيا ولا ضابطا أمريكيا حتى الآن، ولا حتى ضابطا إسرائيليا ولا فرنسيا، ولذلك تظل المحكمة رغم أن الإدعاء يعني تقودهم امرأة إفريقية من غامبيا، ولكن في الحقيقة يعني ما هو وراء السطور يعني ينبئ بخلل. طيب يعني الإسماعيل الشخصي دي خبير في شؤون غرب إفريقيا، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.